مساء الخير واهلا وسهلا بيكم واول حلقه من برنامج انت احلى. في البدايه عايز اقول لكم بجد وحشتوني جدا جدا ومبسوطه اني رجعت البرنامج انت احلى، ومبسوطه اكتر اني رجعت له من خلال شاشه المحور اللي بجد عملوا لنا كل التسهيلات ان البرنامج يطلع في اقل مده ممكنه، ومرحبين بينا بشكل غير طبيعي سواء انا او الكرو، وده عامل يعني لود عليا او مسؤوليه اني اكون عند حسن ظنه. اكيد برنامج انت احلى كتير منكم تابعتوني على مدار سنوات كتيره، اكيد كتير منكم استفدتوا، بس اللي عايزه اقوله لكم اللي جاي اقوى واقوى واقوى. انا هكون معاكم ان شاء الله مرتين في الاسبوع، يوم الاحد ويوم الاثنين من الساعه 6 ل 7، الاعاده هتكون يوم الاثنين والثلاث من الساعه 11 ل 12 الظهر. خلوني كده اقول لكم سريعا ايه الجديد وايه اللي هنقدمه. دايما هيكون في فقره صغيره كده في اول بروجرام، هتكون فقره بيوتي تبس، معلومات عن الجمال، فقره يعني ايه، كلمه كتير مننا مش عارفين معناها، منتشره في مجال الموضه والجمال هعرفكم معناها، اخبار بتبقى منتشره على السوشيال ميديا جماليه ما بتبقوش عارفين هل نعملها سواء وصفه او خبر او لا، فقرة فستان الأسبوع اللي هتتعلموا معايا الموضة وإزاي نلبس الموضة بطريقة صح. إلى جانب كده هنغطي لكم كل المهرجانات الفنية، هنتعرف أكتر على أزياء النجوم، ميك أب، الشعر، هننقد لو في حاجة مش متظبطة. الجديد بقى بالنسبة لي جدا فقرة المطبخ. أكيد كلكم بتقولوا معقولة أمينة عايزانا ناكل؟ لا، أمينة مش عايزاكم تاكلوا، أمينة عايزاكم تاكلوا بطريقة صح، بطريقة سليمة. هنتعلم إزاي نعمل أكلات اللي أنتوا بتحبوها بس بطريقة لايت، بطريقة خفيفة. هنتعلم أكتر وأكتر وهيبقى عندنا وعي بالسعرات الحرارية اللي لازم نعرفها عشان ما نتخنش. طبعا ضيوفي هيكونوا مصممين ازياء، طبعا هغطي لكم كل عروض الازياء اللي موجوده، مصففين شعر، خبراء تجميل، خبراء ميك اب، دكاتره طبعا في جميع المجالات، خبراء رياضه، خبراء اتيكيت، طبعا اكيد كلكم عارفين. ودايما دايما في اخر البروجرام هيكون في فقره الاسئله والاجوبه اللي من دلوقتي لو عايزين تتواصلوا معايا صفاتي على الفيسبوك امينه شلبايه، واكيد طبعا كل الارقام اللي هتشوفوها على الشاشه ممكن في اي لحظه تكلموني هجاوب على كل الاسئله زي ما انتم عارفين او طبعا لضيوفي. خلوني اقول لكم بقى النهارده فقرات البرنامج هتمشي ازاي، لان احنا بجد البرنامج ما عندناش دقيقه واحده نضيعها. هنبدا باخبار السوشيال ميديا، بعد كده هتنورني في الاستوديو دكتوره مروه رحاب استشاري الامراض الجلديه والتناسليه والعلاج بالليزر والتجميل. والنهارده عندنا تقنيه جديده في البيلينج. احنا كشعب مصر يعني عندنا مشاكل كتيره في التصبغات، في البقع، في الكلف، في اثر الحبوب. النهارده هنشوف تقنيه جديده ميزتها ان هي سريعه، يمكن علاجها مش حتمي لكن معالجه سريعه ومفيش متاعب بعد الجلسه، فهنشوفها النهارده. بعد كده هينورني مصف الشعر اياد البيروتي، والنهارده الفقره مخصوصه لكل عروسه فرحها قرب. النهارده هنتكلم على ازاي الواحده تختار اللوك بتاعها لفرحها وفي نفس الوقت يكون لايق عليها ومناسب كمان مكان الفرح. ايه رايكم؟ فاصل ونبدأ على طول بالأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا.